ايه اغرب وصفة جربتيها وحسيتي ان هي مفعولها غير متوقع؟ القهوة. انا بقيت اخلي البيت كله يشرب قهوة عشان ياخد كلمينا القهوة طيب عن القهوة اللي شوية. بيتبقى من القهوة ده، احطه على لبن واستخدمه لبشرتي، ايه فوائده تحفة، بقى؟ بيشد البشرة، بيعمل كده احمرار كأنك حاطة بلاشر كده، لا تحفة بيدي حلو تحفة. جدا، فبقيت اشرب البيت كله قهوة عندي. بس فدي اكتر حاجة عجبتني. ده للبشرة صح؟ طيب وبالنسبة للستايلينج، نرجع تاني للستايلينج، انت اللي بتختاري اللبس كله في كل الشوتس كل حاجة، ما عندكيش ستايلست. لا انا طيب ادينا تيبس بقى ازاي الناس تقدر تطور من الستايل بتاعهم. اول حاجه لما يكون عندهم وقت فراغ هجرب الالوان دي على بعض، يعني مثلا في ناس تقول لك ايه برتقاني على احمر، مش لا على فكره حلو جدا، في فانت حاجات مطلوب معينة منك في بتليق وقت فعلا. فراغك ان انت هتطلعي كده اللي في الدولاب، لا انا هلبس ده على ده اشوف ده هيليه ولا لا، اغير من شكل القميص، القميص اصلا ممكن يتلبس بمليون طريقه، فهنا بقى بتيجي ان انت تغيري معاهم وان انت توريهم لا انا هلبسه بكذا لا انا هلبسه بكذا، فمن هنا بتبداي ان انت تخلقي افكار. طب انت بتطمحي لايه بعد كده يا نوران؟ يعني حابه مثلا تفتحي براند او حابه تبقي انترناشونال موديل، ايه اللي انت حابه بالظبط، تكملي هو فيه؟ انترناشونال موديل، مش براند خالص، لان المجال ده انا حباه وحابه، يعني ما بشوف الكام لا انا مبسوطه، يعني فهي ما بتبقى فكرتيش حتى موهبه. تفتحي براند للوصفات اللي انت بتعمليها؟ لا ما جربتش بصراحه، مش حابه كده، بس حابه ان انا اتطور اكتر في موضوع الموديل. طيب هل الحجاب ما سببلكيش اي ازمه في موضوع الموديلنج؟ لا خالص خالص، طب حلو والله، دي عشان مطلوبه انا ودي بسمع ناس كتير مطلوبه. جدا بتشتكي من الموضوع ده، انه بالظبط، المحجبات في فئه معينه مش بترضى ان هم يجيبوهم في شوتس او كده. هي طبيعي لما بيبقى فيه شوت بيبقوا مثلا محتاجين ست بنات بشعرهم، ست بنات محجبين، فانت اوريدي في شغل لده وفي شغل لده، فما فيش اي حاجه هتكون عقبه بالنسبه لك والحجاب نهائي. دلوقتي اصلا يعني اغلب البنات حتى اللي مش محجبات بقوا بيلبسوا حجاب نوعا ما، تربون، او التربون بيقولك شكلها سكارفات، حلو حاجات مجرب. كده. لا الموضوع بقى بالظبط، دلوقتي احسن كتير كمان من الاول. واحلى حاجه ميزت الحجاب دلوقتي ان بقى الفيديوهات توتوريال كده للحجاب، ازاي تلف الحجاب بكذا طريقه، يعني زي ما انا عاملاه كده لا مضفيره على حلو قوي جنب، حلو ممكن قوي ان انت ده، انا تعمليها نفسي البس الحجاب تربون كده او بجد. عليها ايس كاب لو انت مثلا رايحه بحر، او لو انت نازله الصبح وشمس وبتاع، ممكن مثلا تربون لورا طرحه عاديه، فبقيت ان انت تغيري في شكلها، فده بقى يحبب البنات في الحجاب. دي حقيقة. طيب بتحسي ان الموديلنج غيرت في شخصيتك بالإيجاب او بالسلب؟ لا بالإيجاب، ان انا بدأت ان انا يعني ايه، تاخدي بالك من كنت نفسك الاول اكتر صح؟ ممكن طوقية شوية، مش بحب الناس او بشوف الناس، لا دلوقتي الموضوع بقى احسن، ان انت تقدري تتعاملي مع ناس وكده.